طبعا نستضيف ايضا حاليا الدكتور خالد بن سليمان الراجحي, واكيد يعني للحديث في حديث شيق مع الدكتور. طبعا بداية اي جميل, اكيد معنا الان يخاطب الشباب ورواد الاعمال على انهم علامة مميزة ويرفع من قيمتهم الشخصية ببرامج محفزة تجعلهم قيمة مضافة للمجتمع. طبعا نستضيف شخصية متميزة وملهمة في مجال التنمية والتطوير الشخصي والمهني, هو متخصص في بناء العلامة المميزة للشباب ورواد الأعمال بحيث يكونوا قادرين على التفرد والتميز والحصول على الفرص العملية والإبداعية وتحسين مستواهم المعيشي. هو مؤلف ومحاضر في مجالات مختلفة مثل القيادة والإدارة والتسويق والاتصال والتفكير الإبداعي والابتكار. له محاضرة بعنوان أنت علامة مميزة, يشرح فيها كيف يمكن للشباب ورواد الأعمال أن يبنوا علامتهم الشخصية والمهنية بطريقة فعالة وجذابة ويستخدموا قوة القصة والتفاعل والتأثير للوصول إلى أهدافهم وتحقيق أحلامهم. له أيضا العديد من الكتب والمقالات والدورات والورش التي تتعلق بالتنمية والتطوير في هذا المجال. يسرنا أن يكون معنا من الرياض الدكتور خالد بن سليمان الراجعي, كاتب وخبير في مجال التأليف والتسويق, ضيفنا من الرياض. مرحبا بك دكتور خالد في ميكس بزنس. يا هلا والله سهلا, حياك الله أخوي عبد العزيز, وحيا الله أخوي جمال, وسعيد أن أكون معكم. حياك الله دكتور خالد. بداية دكتور, أنا لفتتني كلمة أو جملة أنت علامة مميزة, ماذا تقصد حينما تقول للشباب أنت علامة مميزة, وما هي أهم النقاط لفهم الفكرة؟ طيب, بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا خليني أفاجئك في معلومة أعتقد أنها ستكون صادمة لك وللمستمعين, وهي أنه في أي مجتمع في الدنيا نسبة المتميزون في هذا المجتمع لا تزيد عن 10%, يعني ما بين 5-10% في أي مجتمع. إذا تكلمنا على المجتمع بشكله العام أو تكلمنا على المجتمعات بشكلها الخاص, يعني لو اتجهنا للتسويق مثلا ستجد المتميزون في مجال التسويق لا يتجاوزون 10% من إجمالي العاملين في القطاع, في الإعلام كذلك, في الطب كذلك, في الهندسة كذلك. فهذا الرقم الحقيقة مخيف, أو هذه النسبة مخيفة, مع العلم أن فهم الفكرة سهل جدا وممكن أي واحد مننا يفهم الفكرة بشكل بسيط. وكيف نجمع بين أن الفكرة بسيطة ولكن النسبة التي تحققها قليلة جدا وهي 10% في أي مجتمع؟ لأن العمل في الوصول إلى أن تكون علامة مميزة عمل مستمر ودؤوب ولا ينتهي. يعني لا تستطيع أن تصل لمرحلة وتقول خلاص أنا وصلت إلى هذا المكان فأنا لا أحتاج أن أعمل أو مزيدا من العمل. العملية رحلة وليست محطة وصول, لا يوجد محطة وصول في هذه العملية, هي مستمرة إلى الأبد, الله يعطينا وإياكم طول العمر. فلذلك هي عملية ليست سهلة. طيب كيف نفهمها؟ أنا كيف أكون متميز في أي قطاع, في أي تحدي دخلت فيه, كيف أنا أختلف عن الآخرين؟ أحتاج إلى أني أولا يكون أو أعرف نفسي بشكل شخصي. مهم جدا أعرف ذاتي, أعرف قدراتي. في الإدارة احنا عندنا حاجة نسميها SWOT analysis, اللي نحلل قدراتنا وقواتنا والفرص المتاحة بالسوق والتحديات. هذا العمل يجب أن نقوم به لأنفسنا حتى نعرف ما هي الأشياء أو القدرات المتميزون نحن بها, والله سبحانه وتعالى منحنا كل منا له صفات تميز, وإيش الفرص المتاحة في السوق, وأحاول أن أطابق بين الأمرين. هذا هو ما نريد أن نصل إليه. طيب دكتور, خليني أعرف منك الآن, أنت ذكرت أنه 10% من الموجودين في المجتمع هم المتميزين. طيب لو واحد بيكون مميز إيش المطلوب منه؟ جميل. كما ذكرت في البداية الفكرة هي سهلة التطبيق.
العمل هو الصعب. خلينا ناخذ الفكرة ونحاول ناخذها كخطوات، لو حبينا نسويها خطوات بحاول بشكل سريع، هي خطوات طويلة شوي لكن بحاول اختصرها بقدر المستطاع. اولا كما ذكرت في البداية، اعمل تحليل لذاتك واعرف ما هي قدراتك، واحد. الشيء الثاني انه حاول تعرف ايش الفرص الموجودة في السوق. الان انا تخصصت في مثلا التسويق، ما هو الموجود في السوق؟ ما هي الفرص المتاحة لمن يتخصص في التسويق في السوق؟ واحد أو اثنين. بعد ما أعرف الفرص المتاحة في السوق، يجب أن أدخل في منافسة مع، لا تحاشى المنافسة، لا أخاف من المنافسة، يجب أن أدخل في منافسة، ولكن من المهم جدا أعرف من أنافس. في مثل حقيقة وعبارة تقال أنه إذا نافست المتميزون فأنت متميز حتى وإن انتصروا عليك، وإذا نافست الفاشلون فأنت فاشل حتى ولو انتصرت عليه. نعم. فمهم جدا أن تحدد من تنافس، وإذا حددت من تنافس تبدأ في عمل الخطوات اللاحقة، وهي عملية ما هي القدرات، ما هي الاحتياجات، ما هي المهارات، إيش الأشياء اللي أنا أحتاجها لأعملها لأن أكون متميزا. حددنا القدرات وحددنا الفرص وبدأنا في العمل، نحتاج أن نتأكد أننا نحن المسؤولين عن أنفسنا. مهم جدا أن نعرف أن ليس والدينا هم المسؤولين عنا، وليس المجتمع، وليس الحكومة، وليس الجامعة، المسؤول أنا فقط، أنا المسؤول عن أن أصل بنفسي إلى مرحلة التميز. جميل. دكتور خالد، ماذا يملك الشخص المميز؟ يملك كل شيء. المميز يعرف بالضبط ما هي قدراته، يعرفها تماما أكثر ما يعرفها الآخرون. اثنين، يعرف كيف يبرزها للمجتمع، لأنه أيضا وجود القدرات عندي والمجتمع لا يعرف عنها لن يستفيد من المجتمع. يجب أن أعرف كيف أبرزها بشكل متوازن، لا يجب أن أبرزها بشكل أكثر من الطبيعي، خاصة الآن الحقيقة إحنا عندنا تحدي كبير، وجود وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا تجعل الإنسان يعني يكثر من الظهور ويكثر من إبراز نفسه بشكل قد يكون سلبي، فيجب أن نكون متوازنين في عملية الظهور وكيفية الظهور وبشكل إيجابي. فأنا يكون عندي القدرات، يكون عندي طريقة لتوصيل هذه الإمكانات والقدرات للمجتمع وإبلاغ المجتمع عندما يحتاج هذه القدرات. شيء مهم جدا أحب أقوله، أنه مهم أن أعرف المتميزون في قطاعي ما هي إمكاناتهم. يعني مثال، لو جينا في الإعلام، مدام أنتم في الإعلام ومتخصصون في الإعلام، لو ذهبت وبحثت عن أفضل الإعلاميين الموجودين في المملكة العربية السعودية وأخذت السيرة الذاتية الخاصة بهم ودرستها بشكل ممتاز، أستطيع بكل سهولة أن أجعل نفسي مكان بينهم، لأنني عرفت إمكانياتهم وقدراتهم، إيش الأشياء اللي سووها، ما هي الأشياء، ما هي المهارات التي يعني تعلموها. وأيضا أحاول أن أنافسهم كما ذكرت في البداية، مهم أن تجعل في نفسك الرغبة والقدرة على المنافسة والنفس الطويل، لا تتوقف حتى تكون يعني بإذن الله متميز. طيب دكتور، أنت يعني في محاضرتك وفي ورقتك بتقول اتخذ دورا إيجابيا لبناء علامتك، يعني إيش هو الدور الإيجابي المفروض؟ الدور الإيجابي كما ذكرت أن أكون أنا المسؤول عن نفسي. نعم. لا ألوم المجتمع، ولا ألوم الأهل، ولا ألوم الجامعة، ولا ألوم المدرسة، أنا مسؤول عن نفسي. الدور الإيجابي هو أن أقوم بذلك بنفسي، ولا أنتظر من المجتمع أن يقوم بذلك بالنيابة عني. إذ لم تقم بنفسك ببناء علامتك المميزة فلن تصل ولن تستطيع أن تحقق شيء. طبعا قد يحصل أن هناك من يعني تخدمه الظروف ويتميز بدون جهد كبير، هذا وارد جدا، ولكن عددها قليل وحالات خاصة. لكن العام هو أن تكون، أن يكون لك دور إيجابي في عمل الجهد المطلوب حتى تميز نفسك وتبرز قدراتك وتطورها وتحسنها. جميل. دكتور خالد، تقول أن الشخص المميز مطلوب في سوق العمل ويرتفع قيمته، كيف دكتور؟ أكيد بلا شك، عندما أنا أبحث عن رجل في الإعلام مثلا، سأبحث عن الموجودون أو المتاح في السوق،
وأبدأ أقيم وأقارن قدراتهم وإمكانياتهم وما مروا به من تجارب وخبرات ومهارات. فبالتالي كل ما أنت تميز، كل ما كان لديك قدرات أكبر، كل ما كان عندك إمكانيات أكبر، كل ما استطعت أن توصل للمجتمع هذه القدرات بشكل أفضل، فبالتالي يكون لك قيمة أكبر. في نقطة مهمة قد يعني تأتي إلى البال، وهي أن ماذا عن 90%؟ يعني إحنا قاعدين نتكلم عن 10%، وماذا عن 90%؟ 90% هم ناس موجودين بيننا ويعيشون ويأكلون وينامون وكل شيء تمام، ويعني وعلى فكرة هو قرار. المهم جدا نعرف أن أكون متميزا هو قرار شخصي، أنا أقرر أن أكون أو لا أكون. إذا قررت أن أكون أفعل ما ذكرنا، إذ لم أقرر ترى تستطيع أن تعيش حياتك سليم وتستطيع أن تستمتع بحياتك، ليس لن تموت يعني، ولكن لن تكون متميزا، ستكون شخص عادي. فبالتالي إنه كونك متميزا يعطيك قيمة أفضل، وبالتالي سيكون لك فرص أكثر وسيكون دخلك أكبر وستعطى يعني عوائد أو ستحصل على عوائد أعلى. جميل جدا دكتور خالد، بكل ما أنا الحديث معك جدا شيق، يعني استمتعنا أنا والأستاذ جمال بنون بالحديث معك، شكرا لك على هذه التوضيحات والمعلومات. شكرا لكم على هذه الدعوة، وقد يعني أكون إن شاء الله وفقت أن أكون علامة مميزة في هذا الظهور. شكرا لكم. لا بالتأكيد الحقيقة كنت بالفعل علامة مميزة ووجهت رسائل مهمة للشباب. شكرا لكم، شكرا للدعوة.